تمتلك مصر إمكانات تدريبية أمنية كبيرة بشرية ولوجستية يتم إتاحتها للكوادر الأمنية من مختلف الدول للاستفادة منها عبر تنظيم دورات تدريبية في مختلف مجالات العمل الأمني لهم. في هذا الإطار نظمت وزارة الداخلية ومن خلال مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة 5 دورات تدريبية ل 191 كادرا أمنيا من الدول الأفريقية ودول الكومنولث في مجالات مكافحة الإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة وتنمية مهارات القيادات الأمنية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. وزارة الداخلية هو شريك رئيسي لوزارة الخارجية في تقديم الدعم للدول الأفريقية. الحقيقة الفيدباك اللي بيجينا من خلال سفاراتنا في الدول الأفريقية يعني فعلا بتحمل كل التقدير على هذه البرامج التدريبية. Comme je le disais tantôt, l'objectif de ces stages était de renforcer nos capacités en leadership et au jour d'aujourd'hui nous estimons que nous avons assez bénéficié et nous engageons à répartir chez nous pour restituer le contenu de ces formations. الدورة كانت دورة متميزة حول القيادة الأمنية، تضمنت العديد من المحاضرات تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، إعداد الخطط الأمنية، المشاكل التي يواجهها القادة الأمنيون عموماً. تلقى المتدربون برامج تدريبية وتعليمية مواكبة لأحدث المستجدات في مجالات العمل الأمني بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء، إضافة إلى التطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر. وتأتي هذه الدورات اتساقاً مع أهداف واستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على تدعيم أواصر التعاون الأمني مع الدول الأفريقية ودول الكومنولث وتوحيد المفاهيم التدريبية بما يعزز الأمن والاستقرار في تلك البلدان من خلال تزويد تلك الكوادر بالمهارات الأمنية والقدرات الاحترافية على مواجهة كافة أشكال الجريمة. I'm grateful for the tour the academy is on this academy night on this training place that is very good and I'm also happy to be on this good shooting range. We pray that this relationship will continue to establish to help all African countries to learn and develop ourselves in our policing sector. وقد أعرب المتدربون عن تقديرهم الكبير لمصر وما تملكه من إمكانات تدريبية بشرية وإنشائية تستخدم لخدمة الأشقاء من مختلف البلدان، وهو دور ريادي لمصر تطلع به دوما بكل اقتدار. Nous remercions également l'agence égyptienne du partenariat pour le développement pour la facilitation. Mes profonds respects vont également à l'endroit de tous les cadres des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour l'organisation pratique de ce stage. Познавательный, очень необходимый курс. За курс обучения мы прошли действительно, переняли большой опыт работы по противодействию торговле людьми и нелегальной миграции. وتبقى مصر قبلة للكوادر الأمنية من مختلف الدول تنهل من خبراتها الأمنية التي تتسم بالاحترافية الكبيرة ليعودوا لبلدانهم مزودين بتلك الخبرات التي تنعكس على أدائهم الأمني لتحقيق الاستقرار في تلك البلدان. May God bless Egypt for the work they are doing and continue to do for other African countries. We appreciate their hospitality. We appreciate their kindness. We appreciate the training that they have given unto us, which our capacity was built.